أفاد مراسل التلفزيون المصري بدخول شاحنتين جديدتين محملتين بالوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. هذا ويواصل معبر رفح إدخال المساعدات الإنسانية الإغاثية المقدمة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في إطار الجهود المصرية المتواصلة للتخفيف عن الفلسطينيين. وللمزيد معنا من العريش الزميل مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. إليك كريم، اطلعنا على آخر المستجدات حول دخول الشاحنات المحملة بالوقود إلى داخل قطاع غزة. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل يعني كما ذكرتي، دخل بالفعل صباح اليوم شاحنتان محملة بالوقود إلى معبر رفح المصري، بذلك يرتفع عدد الشاحنات الذي دخل إلى قطاع غزة في فلسطين إلى 17 شاحنة منذ بداية السماح بدخول ونفاذ الوقود. وبالفعل خرجت إحدى هاتين الشاحنتين بالفعل بعد أن أفرغت حمولتها من الوقود ومن السولار تحديدا في الناحية الأخرى من قطاع غزة. هذه نقطة. أيضا بالإضافة لذلك يستمر التوافد عدد كبير جدا من الشاحنات أمام بوابة معبر رفح المصري وأيضا مدينة العريش استعدادا للهدنة التي من المفترض أن تبدأ بالفعل غدا، كان المفترض أن تبدأ اليوم، ولكن حسب ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصري الذي قال أن يعني الهدنة من المفترض أن تبدأ بالفعل غدا سريان الهدنة، وبسريان هذه الهدنة وتبادل الأسرى أيضا دخول عدد كبير قد يصل إلى 300 وربما أكثر من 300 شاحنة محملة بالمساعدات المختلفة، ومن مفترض أن يكون ضمنها 8 شاحنات للوقود وأخريات مستلزمات طبية ومساعدات غذائية وغيرها من المساعدات المختلفة. يذكر أيضا أن الاحتياج اليومي لقطاع غزة من الشاحنات قد يصل إلى 500 شاحنة، لذلك هو يعد أيضا لا يكفي الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، ولكنه قد يكون انفراجة جديدة بعد الإعلان المبدئي عن هذه الهدنة التي قد تستمر بعد ذلك بعد 4 أيام حسب المعلومات الأولى، قد تستمر بعد ذلك إذا امتدت لدخول عدد أكبر من الشاحنات. لذلك القيادة المصرية والتحالف الوطني وغيرها من الهلال الأحمر المصري وغيرها من المنظمات المختلفة ضغطت أكثر في إرسال أكثر قدر ممكن من المساعدات إلى معبر رفح. بالإضافة لذلك أيضا مطار العريش ما زال يستقبل عدد كبير من الطائرات، حيث وصل اليوم فقط إلى مطار العريش الدولي 7 طائرات، يعني الطائرات تأتي من روسيا، تأتي من قطر، تأتي من الكويت، تأتي من عمان، تأتي من السعودية، تأتي من الإمارات، وأيضا طائرة مصرية محملة بمساعدات من بلجيكا أيضا وصلت، بالإضافة لأيضا يعني الممثل العسكري للسفارة الفرنسية وصل بالفعل إلى أيضا مطار العريش ومدينة العريش يعني ليشاهد المساعدات المختلفة التي تصل إلى معبر رفح المصري، فضلا أيضا عن خروج مزدوجي الجنسية المستمر من بوابة معبر رفح المصرية إلى الأراضي المصرية. نعم بالفعل، بشكرك زميلنا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز من العريش، شكرا جزيلا لك.